جيد، ما اروع على الهواء. اولادي اعزائي استيقظوا، ما هذه الرائحة؟ أية رائحة معروفة طبعا، رائحة فضلات البقر. أبي أغلق النافذة، لقد تجمدنا. ماذا يحدث لو تركونا نائمين؟ أعزائي، بني أبو، استيقظ، صلاتك ستكون قضاء. يا صاحب البطن، قادر يا ولدي. لماذا كل هذا الإلحاح يا أبي؟ استيقظ يا ولدي، ستشرق الشمس. تشرق؟ وما علاقتي أنا؟ فلتشرق إلا أنا ماذا أصنع؟ قلبي. لا إله إلا الله، أنت قتلته. قلبي. لا أنام. لا إله إلا الله. كريم ولدي عزيزي، دعني، كل يوم تحطم أعصابي. ما هذه الأعصاب؟ الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. شكرا شكرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهد أولادي يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله. عجبا يا علي، إلهي وربي، من لي غيرك؟ لا إله إلا الله، أدعوك كشف ضري والنذر إلى أمري يا الله. إلهي رضا برضاك، لا معبود لي سواك يا الله، يا أرحم الراحم يا الله، يا غياث المستغيثين، يا دليل المتحيرين، يا أرحم الراحمين. إلهي وربي، من لي غيرك؟ يا الله. سلام أيتها العجماء، كأنك أنت مستيقظة. جيد، ارجعي إلى هنا. يا الله ساعدني يا رب. اهدئي أيتها العجماء،
جيد جيد. يا الله شكرا لك يا رب. يا الله شكرا لك يا رب. يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، ارزقني وارزق عيالي من فضلك الواسع. يا من أرجو لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل. يا الله يا الله. الحمد لله على كل نعمة يا رب، شكرا لك يا رب. يا الله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ربي أشكرك على كل نعمة. الحمد لله. أيها الكسالى لا تزالون نائمين؟ عجبا. الحمد لله رب العالمين، شكرا. تنح جانبا. أتيت أتيت أتيت. غسل الوجه واليد أولا حتى أذهب وأعود، فهؤلاء سيلتفون كل الخوذ. وهل تترك لغيرك الفرصة ليأكل شيئا؟ انظر كيف يبتلع اللغام. أبي فديتكم للمائدة حرمة، لا تتعاركوا عند مائدة الطعام ولا تنظر إلى طعام بعضكم فهو مكروه، والله لا يرضى بهذا. هل عرفت يا سيد كريم لماذا تحصي علي لقماتي؟ وهل يمكن إحصاء ما تبذله؟ لعنة الله على الشيطان. انظر لا إله إلا الله. ما هذه الطريقة في إعداد الخبز؟ هي محروقة من هنا. تفضل بني، لم تحترق، إنما هي ناضجة قليلا، لا تسيء الأدب، إنما لا يحسن الأدب يعذب نفسه أولا، ومن لا أخلاق له لا صديق له. يا عزيزي. أوف، بدأنا مرة أخرى. لا إله إلا الله. حسنا حسنا أعزائي، ما أقوله ولمصلحتكم. ماذا لو ساعدت أباك اليوم؟ عزيزي قادر. وماذا حل بالبقرة لكي أجبر على المجيء معك؟ ولدي البارحة استغرض الحاج صفدر من البقرة. صفدر صاحبنا؟ نعم ولدي، فالمساكين يعانون من الفقر،
وأنا أقرضتهم البقرة لبضعة أيام. لا تفعل حسنان، وما علاقتنا نحن بفقرهم؟ لا تقول هذا يا ولدي، سأنقل لكم حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس مني من بات شبعانا وجاره المسلم جائع. أبي، وماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن نعطيه نفقة زوجته وأولاده. عزيزي، لقد أوصانا الإسلام كثيرا برعاية حقوق الجار. وما هي حقوق الجار؟ هل هي طعام؟ ويلك لا تختنق. إن الرسول الأكرم قال: من حقوق الجار أن تعينه إذا طلب منك العون، وأن تواسيه إذا حلت به مصيبة، وأن تعوده إذا مرض، وأن لا تبني جدار بيتك أعلى من جدار بيته، وأن تقدم له مما تشتري من الفاكهة. وقد من تناغيه إذا نعس ونا. يا أعزائي، إن لم نرحم جيراننا فإن الله لن يرحمنا في يوم القيامة. لم يحصل في يوم واحد أن نتناول هذا الزقوم براحة. النصح دائما. وما علاقتي أنا أساسا؟ لست عاطلا لا أعمل بدل البقرة، فهذا بعيد عن الرجولة. الرجولة الرجولة لا تتباهي بعضلاتك. الرجولة ليس أن ترفع صوتك على صوت أبيك. يا عزائي، مراعاة الجار. الرجولة هي مساعدة الآخرين وعدم المنة عليهم، مساعدة الآخرين عند حاجتهم، هي الرجولة يا عزائي. لا تحرق أعصابك يا أبا، ستصاب بالسكتة. تفضل وكل هذا. أبدا، لا يناسبني دور البغرة. وكيف يذهب قادر للهوه وأنا أعمل لأشبع بطنه؟ بحق الله، أي إله، هل تخبرني؟ وأين هو؟ أين كان حينما كانت أمي تحتضر تحت الإنقاذ؟ أين كان؟ لا تقل هذا، فالله يغضب عليك يا ولدي. العمر بيد الله. ليتني كنت تحت الإنقاذ في ذلك الحين لأتخلص. فلا أعمال ولا لعب، فنحن نعاني الفقر بعينه. ولدي لا تكفر. عزيزي، صحيح أنه قليل ولكنه حلال. نشكر الله ألف مرة على سلامة أبداننا. أنت توكل على الله وسيعطيك كل ما هو بصلاحك، فالله يحب عباده جميعا. ويل لي. الله الله. الصدق ما قالوا: أفضل ما يورث الأب ابنه هو الأدب وليس المال والثروة. فالثروة تزول بينما الأدب يبقى. يا دهر،
حينما غادرت عاهدت نفسي ألا يتأثر الأولاد، وقد أخطأت. لقد تعبت يا كريم يا رب. يا الله يا رب، يا أرحم الراحمين، يا الله، اللهم تعبت، يا رب يا أرحم الراحمين، يا الله، يا الله، يا رب، يا لطيف، يا الله. لقد أتعبتني. يا رب. قد أصابته، أصابته، أصابته. هل تسقني جرأة من ماء الذي غرقت فيه سفنك؟ السلام عليك يا أخي، ساعدك الله. يا الله،
عليكم السلام، سلمكم الله، تفضل. شكرا. سلام على الحسين. يا أبا عبد الله، لم تخبرني، هل غرقت سفنه؟ ليت سفني قد غرقت، لقد ضاع حاصل عمري كله. لقد كنت تبحث عن لقمة حلال، أليس كذلك؟ أخبرني، هل تؤمن بالله؟ طبعا إني مؤمن. إذن فادعوا لهم، فدعاء الأبي لأولاده مستجاب حتما إن شاء الله. ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. ادعوني أستجب لكم. يا إلهي، يا رب، أنت القادر، أنت الكريم، أنت سيدنا ونحن عبيدك المذنبون، نحن فقراء إلى نعمك التي تنزلها علينا، وخجلون من السيئات التي نعملها، فلا تكلنا إلى أنفسنا، واهد أولادنا إلى الحق، واجعلهم يحبونك بقلوبهم كل الحب يا الله. هل ظننت أنني أدعك تهرب؟ أحسنت أيها الصغير، لا تتحرك، لا تتحرك صغيري. عبود قادر، ساعدوني، النجدة، النجدة، النجدة. لقد أتعبتني. هل ترى كم ابتعدنا عن البيت؟ بماذا سأجيب أبي الآن؟ انظر أيها الصغر، أقسم عليك إلا ما رجعنا، أخي قادر يقول إن هذا جنان. بسم الله الرحمن الرحيم. النجدة، ساعدوني، لا أستطيع.
أستطيع. أبي، لا أستطيع. النجدة، ساعدوني. إلهي، يا الله، يا الله. ويلي، هل ويلي، هل هناك أحد؟ الله، ماذا؟ يا الله، إلهي، نجدة. كريم، ماذا تصنع هنا يا أخي؟ هل اضطربت الأمكنة يا عبود؟ ساعدني، أكاد أسقط. ساعدني يا عبود، ساعدني. أعطني يدك. أعطني يدك. ساعدني. قليلا أيضا. أمسك يدي. ساعدني. لقد أمسكتك. أمسكتك. لا تخف. لا تخف. سأعد إلى العشرين. واحد، اثنين، ثلاثة. لا، إلى العشرين كثير. سأعود إلى ثلاثة. لن تقدر. واحد، دع يدي. اثنان، وإلا سنسقط معا. ثلاثة، دع يدي. أوه، ويلي، دع يدي. لن تقدر. لا، لن تقدر. دع يدي. لا، إذا تقرر أن نموت فلنموت معا. اترك يدي. لن أترك. أطعني ولو لمرة واحدة. لن أتركك أبدا. فديتكم. تنحوا، تنحوا جانبا، فقد أتيت. فليساعدنا أحدهم. يا علي، يا علي، هيا، هيا. لقد نجونا. الحمد لله. أحبك كثيرا. يا الله، أحبك كثيرا. أبي، يا أبي العزيز، ألا تستيقظ؟ ستشرق الشمس، ستكون صلاتك قضاء. اللعنة على قلب الشيطان الأسود. يا أبا، هيا استيقظ. السلام عليك يا أبا، صباح الخير. عليكم السلام. أنا نائم مستيقظ. أين أخواك؟ ذهبا ليتوضأ. عذراً يا أبي، لقد أخطأت. الله موجود في كل مكان ويرانا ويسمع صوتنا أيضا، قطعا، ولكن نحن الغافلون عنه. نعم ولدي. أبي، لا أريد أن أموت، أريد أن أعيش وأعمل، والله سيساعدني حتما، أليس كذلك يا أبي؟ أليس كذلك؟ نعم بني، سيساعدك حتما، اطمئن.
ادعوني أستجب لكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذه خطوة عظيمة في طريق طويل، الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا والتفوق ثانيا.